وما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. أيها المسلمون، ويبلغ المؤمن بحسن الخلق وكرم السكية وكف الأذية وجميل العشرة شريف المنازل وعظيم الدرجات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش الذي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي. جعلني الله وإياكم ممن حسنت أخلاقهم واتسعت أرزاقهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين.